السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا في قناة يومياتنا ديال في الغربة. اليوم جيت نشارك معكم المخنفر. تقريبا كيجي بحال البغرير، غير هو كيجي متقب من الوسط. المهم خليكم مع المقادير. هنا غتحتاجوا واحد 7 غرام ديال الخميرة، انا غادي ندير غير النص. هادي غتحتاجوا جبانية ديال الفورس، غتحتاجوا جبانية ديال الدقيق ديال القمح، غتحتاجوا معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال السنيدة، ومعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الدار، وغتحتاجوا تقريبا شي جوج بانيات ونص ديال الماء يكون دافي. المهم خليكم مع الطريقة. المهم هنا انا درت الماء، زدت عليه الخميرة السنيدة والملحة، غادي نخلط شوية، غنزيد عليه الدقيق صافي، وغادي نديرو في الطحانة ديالنا يتطحن واحد الدورة ولا جوج، ومن بعد غادي نزيدو عليه ديك الخميرة ديال الحلوى 7 غرام، غديرو غير النص ديال الخميرة ديال الحلوى صافي، وغادي تسخنو المقلة وتبداو تخبزو. هاد الكمية اللي عطيتكم راه بركة كتلوح تقريبا شي 12 قرصة هكاك. المهم ملي تبداو تخبزو ضرورة دهنو المقلة بالزيت. هنا البنات انا بديت الخبيز. المهم غادي تسخنوا المقله مزيان، دهنوها بشويه الزيت صافي، من بعد غادي تخويو الخليط ديالكم صافي. هنا ان فتبان لكم شويه بدات كتشد راسها من التحت وبدات كتجمع صافي، غادي تقلبوها. Thank you.
البنات هذا هو الشكل الاخير ديال المخنفر. كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه وانكم تجربوه. نتمنى ان شاء الله ديروا لي اشتراك في القناه ديالي. خليكم في امان الله.